بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 21. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث، فقال: وهمت، إنما قال لك: تسبح الله 33، وتحمد الله 33، وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فقال: قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأول هذا الحديث فيه تنافس الصحابة رضي الله عنهم في الأعمال الصالحة، وآخره فيه بيان الذكر الذي يقال بعد الصلاة المفروضة، وهو محل الشاهد للباب. جاء فقراء المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، يعني أهل الثروة والمال، ذهبوا بالأجور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ ما هو السبب؟ هذا فيه أن المفتي يستفصل من المستفتي حتى يبين له الحكم بوضوح. فشرحوا له السبب، قالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لأن هذه العبادات ما تحتاج إلى مال، تساوى فيها الغني والفقير، الصيام والصلاة تساوى فيها الغني والفقير، وهذا من تيسير الله لهذه الأمة، تيسير الخير للناس، أن هناك عبادات ميسرة لا تحتاج إلى مال. يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. هذه المزية التي امتاز بها الأغنياء، أنهم يتصدقون من أموالهم والفقير ما يستطيع يتصدق، ويعتقون العبيد ويحررونهم من الرق. العتق فيه فضل عظيم، العتق فيه فضل عظيم، أن اعتق رقيقا وحرره، فهذا من أفضل العبادات والقربات. وقد شرع الله العتق في الكفارات، حث عليه، تحرير رقبة يعني اعتاق، فالعتق فيه فضل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد مثلكم إلا من فعل مثل ما فعلت. قالوا: بلى يا رسول الله. فرحوا بذلك،
شيء لا يكلفهم المال، ومع هذا يلحقون به من سبقهم ويسبقون به من بعدهم، هذا فضل عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه دبر كل صلاة 33. فهذا فيه فضل الذكر بعد الصلاة، دبر يعني بعد، دبر الصلاة يعني بعد الصلاة، ويطلق ويراد به آخر الصلاة، والمراد به هنا ما بعد الصلاة. ثم لما سمع الأغنياء بهذا فعلوا مثل فعل الفقراء، فجاءوا مرة ثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا بما نقول، فقالوا مثل ما نقول. قال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله جل وعلا يؤتي فضله من يشاء، فالأغنياء أعطاهم الله المال يتصدقون منه ويعتقون ويشاركون الفقراء في الأعمال الأخرى. هذا فيه أن الغني من المسلمين أنه لا يتكبر بغناه وثروته، وإنما يجتهد في العبادة وكغيره، فلا يطغى بماله وينسى ذكر الله عز وجل. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فالثروة الحقيقية هي الأعمال الصالحة، أما ثروة الدنيا فهذه إن كان وفق صاحبها لبذلها في الخير فهي زيادة خير، وإن لم يوفق لبذلها في الخير فإنها تكون حساباً عليه ومسؤولية عليه يوم القيامة. ومن هنا اختلف العلماء: هل الأفضل الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ بعض العلماء يفضل الفقير الصابر على الغني الشاكر، وبعضهم العكس، يفضل الغني الشاكر على الفقير الصابر. والصحيح أن أفضلهما أتقاهما لله عز وجل، قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سواء كان غنياً أو فقيراً، فأفضلهما أتقاهما لله عز وجل. فهذا الحديث فيه مشروعية هذا الذكر بعد الفريضة: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، هذه 99 كلمة يتمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، تمام 100 كما جاء في الأحاديث. وهذا دبر كل صلاة من الفرائض: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل فريضة يستحب أن يأتي بهذا الذكر. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة استغفر الله 3 وهو متوجه إلى القبلة، ثم يقول: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى أصحابه بوجهه، ثم يكمل الأذكار. وهذه الكلمات الثلاث التي كل واحدة يأتي بها 33، ظاهر الرواية الأولى أنه يأتي بالثلاث جميعاً: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، إلى أن يكمل 33. ولا مانع أن يستعين على العد بأصابعه، يعدها بأصابعه، يعقد الأصابع أو يعدها بالحصى أو بخرزات السبحة، لا مانع أنه يستعين على العد بهذه الأمور، ولكن الأصابع أفضل، الأصابع أفضل، لأنه يستعمل أصابعه في عبادة الله عز وجل فهي أفضل. ويجوز أن يكون يأتي بسبحان الله 33، ثم يأتي بالحمد لله 33، ثم يأتي بالله أكبر 33، كل لفظة
على حدة يأتي بها ثلاثا وثلاثين، كما في آخر الحديث أن أهل سمي قالوا له ذلك، قالوا يأتي بالله بسبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. فكلا الصفتين جائزة، سواء سردها الثلاث جميعا 33 أو أتى بكل لفظة على حدة 33، ولكن الصفة الأولى أيسر وأظهر، لأن الراوي لما راجعه السائل أعاد عليه أنه يقول الثلاث الكلمات سردا 33، وهذا أيسر من أنه يفرد كل كلمة 33، وإن فعل فلا بأس بذلك. وفي الحديث أن الغبطة في أعمال الخير أنها محمودة، الغبطة في أعمال الخير والمنافسة محمودة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. والحسد المراد به هنا الغبطة، رجل آتاه الله المال سلطه على هلكته في الخير، ورجل آتاه الله علما فهو يقوم به ويعلمه. فالغبطة في أمور الخير محمودة لأنها تدل على الرغبة والتنافس. أما الغبطة التي هي الحسد وهي تمني زوال النعمة عن المحسود هي محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، وربما تحمل الإنسان على الكفر، كما حصل لإبليس لما حسد آدم حمله ذلك على الكفر والعياذ بالله، وكما حصل لليهود لما حسدوا محمدا صلى الله عليه وسلم حملهم ذلك على الكفر، وهم يعلمون أنه رسول الله لكن كفروا به من باب الحسد، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالحسد الذي معناه تمني زوال النعمة عن المحسود هذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وربما يحبط أعمال الإنسان ويحمله على الكفر والعياذ بالله. أول ما حصل هذا من إبليس مع أبينا آدم، وكذلك بين ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر حسده وقتله، قتل أخاه هابيل وقابيل كما ذكر الله سبب الحسد، حمله على قتل النفس وعلى قطيعة الرحم والعياذ بالله. وكذلك إخوة يوسف أما حسدوه، ماذا حصل منهم وحصل لهم من العناء؟ سبب الحسد: ليوسف أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ثم حصل منهم ما حصل مما قصه الله، هذا سببه الحسد. كذلك اليهود، كذلك لا يزال في الناس الحسد، كما قال الشاعر: حسدا حملناه من قبلها وقديما كان في الناس الحسد. الحسد والعياذ، والله جل وعلا أمر بالتعوذ من الحاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، من شر حاسد إذا حسد. أما الحسد الذي معناه الغبطة والمنافسة في الخير فهذا محمود، وهذا هو الذي حصل من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. فإن الإنسان لا يحب أن يسبقه أحد في الخير، المؤمن الصادق لا يحب أن يسبقه أحد في الخير، وأما المنافق فإنه لا يرضى أن يسبقه أحد في المال والدنيا، طمع الدنيا. فرق بين هذا وهذا. فالشاهد من الحديث أن فيه مشروعية التسبيح والتحميد والتكبير كل كلمة 33، ويكون المجموع 99 كلمة، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا له من ذكر عظيم وفضل كبير وعمل يسير لا يشق على أحد، ولا يحتاج إلى مال، ولا يحتاج إلى شيء، ولا إلى تعبدا، ميسر الحمد لله، وفيه الخير الكثير، ويتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، هذا أجر عظيم وثواب كبير ولله الحمد، حافظ الإنسان عليه. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام
فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. نعم، الأنبجانية الخميصة هي الكساء المخطط الذي له أعلام ونقوش، وأما الأنبجانية فهي الكساء السادة الذي ليس فيه أعلام ولا خطوط. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام يعني مخططة، فكان ينظر إليها في صلاته فأشغلته عن صلاته، لأنه صلى الله عليه وسلم يريد الخشوع في الصلاة وعدم الانشغال. فلما أشغلته نقوشها والنظر فيها عن صلاته بادر صلى الله عليه وسلم بعد ما سلم، فقال: اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهم. وكانت الأنبجانية ليس فيه، أو أنبجانية أو إنبجانية بالكسر، أو إنبجانية أو أنبجانية يعني بالتخفيف، كلها لغات. والحاصل أنه يكره أن ينظر الإنسان في صلاته إلى ما يشغله، يكره أن ينظر الإنسان في صلاته إلى ما يشغله عن الخشوع والإقبال على صلاته من النظر في الكتابات في الجدران والنقوش والزخارف غير ذلك. ولذلك يكون نظر المصلي إلى موضع سجوده، ليكون ذلك أحصر لخشوعه وفكره، ولا يسرح بصره فيما أمامه، هذا هو المشروع. وفي هذا أن تجنب ما يشغل عن الصلاة، تجنب كل ما يشغل عن الصلاة من الأشياء، وأن يدخل الإنسان صلاته بخشوع فيتجنب النظر فيما أمامه. وفيه أن المساجد لا تزخرف ولا تنقش ويكتب فيها، وإنما تكون خالية مما يشغل المصلين. المساجد لا تبنى للمباهات والزينة، وإنما تبنى للعبادة والخشوع، فتكون المساجد خالية من النقوش والديكورات وكل ما يشغل المصلين، هذا هو المشروع. وفي الحديث مشروعية الهدية إلى الأصحاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى هذه الخميصة إلى أبي جهم، ففيه مشروعية الهدية وقبولها. لكن هل أبو جهم يلبس هذه الخميصة وتشغله عن صلاته؟ هل الرسول أعطاها له ليلبسها؟ المحذور باقي حينئذ، باقي. قالوا: لا يلزم من إهداء الشيء أن الإنسان يستعمله، لا يلزم من إهداء الشيء أن الإنسان يستعمله إذا كان لا يليق به، بل يتصرف فيه في غير الاستعمال، إما أن يبيعه وإما أن يعطيه لمن يصلح له. ولهذا لما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر حلة، والحلة هذه فيها أشياء جميلة، ورآها النبي صلى الله عليه وسلم على عمر فقال: إني لم أهدك إياها لتلبسها، لم أهدها إليك لتلبسها. فدل على أنه قد يهدى للإنسان الشيء الذي لا ينبغي أن يستعمله، لكن يمكن أن يستفيد منه بوجوه أخرى غير الاستعمال. الرسول لم يهدي الخميصة إلى أبي جهم لأجل أن يستعملها في صلاته. نعم. باب الجمع بين الصلاتين في السفر. الجمع بين الصلاتين في السفر، الجمع بين الصلاتين هو أن تقدم الصلاة المقبلة إلى الصلاة الحاضرة، جمع تقديم، كجمع العصر مع الظهر في وقت الظهر، وجمع العشاء مع المغرب في وقت المغرب، أو العكس، تؤخر
الصلاة الأولى وتصلى مع الثانية في وقت الثانية حسب الأرفق بالمحتاج إلى الجمع. والجمع يباح، الجمع يباح، ليس سنة كما يظن بعض طلبة العلم، ما هو سنة لكنه يباح للحاجة فقط، وإلا الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها، لكن يباح عند الحاجة أن يجمع بين الصلاتين. والحاجة التي تدعو إلى الجمع ثلاثة أقسام: الأولى السفر، فالمسافر يحتاج إلى الجمع لأن هذا أرفق به. الثانية المرض، المريض إذا كان الجمع أرفق به فإنه يجمع بين الصلاتين. الثالثة المطر، المطر الذي يبل الثياب بين المغرب والعشاء، في ثلاث هذه الأحوال يجمع بين الصلاتين، وفيما عداها لا يجوز الجمع، تصلى كل صلاة في وقتها، قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقوله صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها، أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، فلا يجوز الجمع في غير هذه الحالات الثلاث إلا ما شابهها من الأحوال الضرورية التي لا يستطيع الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها، مثل إنسان سيدخل عملية جراحية، يدخل عملية جراحية ويستغرق الوقت، فهذا له أن يجمع قبل الدخول في العملية، المريض أو الطبيب الذي يعالجه، المريض أو الطبيب الذي يعالجه، هذه عذر، عذر من الأعذار. فالجمع مباح بين الصلاتين في السفر، وهو من تيسير الله عز وجل لهذه الأمة، وهو ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأحوال الثلاث، وهو مذهب جماهير أهل العلم. أما الحنفية فلا يجيزون الجمع ويقولون كل صلاة في وقتها إلا في حالتين: في ليلة، في يوم عرفة يجمع بين الظهر والعصر، وفي مزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء، يقولون ما هم من أجل السفر وإنما هو من أجل النسك. فعند الحنفية أن الجمع في عرفة والجمع في مزدلفة نسك وليس هو من أجل السفر. أما الجمهور فيقولون الجمع مطلقا في السفر لأجل السفر، حتى في عرفة وحتى في مزدلفة لأجل السفر وليس نسكا. كيف يجيبون عن جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في أسفاره؟ يقولون المقصود الجمع الصوري، لأنه يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها ويقدم الثانية في أول وقتها، فيجمع بين الصلاتين، هذه في آخر وقتها وهذه في أول وقتها، فيكون جمعا صوريا، وفي الحقيقة أن كل صلاة في وقتها. هذا جوابهم، ولكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، فإنه ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع جمع تقديم بين الظهر والعصر ولا يؤخر. الحاصل أن مذهب جماهير أهل العلم جواز الجمع للسفر، وهذا من فضل الله وتيسيره على المسلمين. وإذا جمعت الصلاة مع الصلاة صار وقت الصلاتين واحدا، صار وقت الصلاتين واحدا، سواء جمع في أول الوقت أو في آخره، هو وقت واحد عند الجمع. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. نعم، هذا الحديث من أدلة الجمع في السفر. قول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله، هذا يدل على الاستمرار، يدل على الاستمرار والمداومة منه صلى الله عليه وسلم.
أنه يجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء إذا كان على ظهر السير، يعني إذا جد به السير وهو في الطريق، وهو في الطريق، فإذا دخل وقت الأولى وهو في الطريق فإنه يؤخر الأولى ويصليها مع الثانية إذا نزل، لأن هذا أيسر له. وإذا دخل وقت الأولى قبل أن يرحل فإنه يصلي الأولى ويقدم الثانية ويصليها معها ثم يركب، جمع تقديم. فالجمع في السفر إنما يكون في حالة السير، أما في حالة النزول فإنه يصلي كل صلاة في وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في منى، كان في منى وفي الأبطح قبل الحج، كان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع. فالنازل يقصر لكنه لا يجمع، أما الذي يسير في الطريق فإنه يجوز له الأمران، القصر والجمع، ويكون ذلك على حسب الأرفق به من جمع تقديم أو تأخير. نعم. نعم. قال عن عبد الله، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر. في السفر، أما في حالة الحضر فلا يجوز الجمع إلا في حالتين: حالة المرض وحالة المطر. نعم. إذا كان على ظهر سير، إذا كان على ظهر سير، أما إذا كان نازلا في أثناء السفر فإنه لا يجمع، لأنه لا داعي للجمع. نعم. ويجمع بين المغرب والعشاء. أي نعم. باب قصر الصلاة في السفر. أما قصر الصلاة في السفر فإنه رخصة مستحب، رخصة ومستحب، وذلك بأن يصلي الرباعية ركعتين: الظهر والعصر والعشاء. أما المغرب فإنها لا تقصر لأنها وتر النهار، وأما الفجر فهي في الأصل ركعتان. فالقصر في السفر رخصة، وقد دل عليه القرآن والسنة والإجماع. القرآن كما في قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فظاهر الآية أنه لا يقصر إلا في حالة الخوف، ولكن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بيّنت أنه يقصر في غير حالة الخوف، يقصر في حالة الأمن. وقد سئل صلى الله عليه وسلم: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال صلى الله عليه وسلم رخص، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا من الله صدقته. نعم. هذا من ناحية القرآن: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. السنة مستفيضة في أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أسفاره كان يقصر الصلاة من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها، استقرت سنته على هذا، وأجمع المسلمون على مشروعية القصر في السفر، وهذا تخفيف من الله على عباده. نعم. باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. هذا حديث ابن عمر أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم لا يزيد على ركعتين في السفر. كان، هذا يفيد الاستمرار منه صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يتم في السفر، لم يتم في السفر، هذا هو السنة. ولو أتم فالإتمام جائز لأنه هو الأصل، لكن القصر أفضل منه. وإن تم المسافر بمقيم، بمن يتم الصلاة، وجب عليه الإتمام، وجب عليه الإتمام اقتداء بالإمام. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام
ليتم به. وسئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن هذه المسألة، كيف أن المسافر يتم الصلاة خلف المقيم؟ قال تلك السنة. والصحابي إذا قال تلك السنة هذا في حكم المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقصر الصحابة وأتم الصحابة رضي الله عنهم خلف عثمان رضي الله عنه في منى، كان عثمان يرى إتمام الصلاة في منى، وكان الصحابة يرون القصر. ولما أتم وهو الإمام والخليفة أتموا خلفه ولم يخالفوه، فدل على أن المأموم يتبع الإمام ولا يقصر خلفه، يلزمه الإتمام في هذه الحالة. نعم. وذكر أبي بكر وعمر وعثمان، نعم، قال أعيد الحديث. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. نعم، الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، هذا دليل على أن القصر غير منسوخ حيث عمل به الخلفاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فغرض ابن عمر رضي الله عنه من ذكر الخلفاء الثلاثة نفي دعوى النسخ، وأن القصر سنة ماضية إلى أن تقوم الساعة. نعم. باب الجمعة. وأما كون عثمان رضي الله عنه أتم في منى فله تأويل وله أسباب ذكروها، لكن هو لا يمانع في قصر الصلاة في السفر. نعم. باب الجمعة. بقيت مسألة وهي أن المسافر إذا قصر فإنه لا يصلي الراتبة، لا يصلي الراتبة. ولما سئل ابن عمر رضي الله عنه عن ذلك قال لو كنت مسبحا لأتممت، كنت مسبحا يعني مصليا للراتبة، لأن الراتبة تسمى سبحة. لو كنت مسبحا أي مصليا للراتبة لأتممت. فالمسافر إذا قصر الصلاة لا يأتي بالراتبة إلا الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع راتبة الفجر لا حضرا ولا سفرا. وأما راتبة الظهر والمغرب والعشاء فالمسافر الذي يقصر الصلاة لا يصليها. وأما النفل في الليل والتهجد في الليل وصلاة الضحى غير الراتبة من النوافل لا بأس للمسافر أن يصليها. المسافر يتنفل، يصلي الضحى، يصلي في الليل، يصلي راتبة الوضوء إذا توضأ وهكذا. إنما لا يصلي الراتبة لئلا يظن أنه لم يقصر، وإنما يتم الصلاة. فلو أنه لا إذا سلم قام وأتى بالراتبة ظن الناس أنه لم يقصر الصلاة. وأيضا الله يخفف عنك الفريضة ويجعلها ركعتين وأنت تأتي بزيادة ولا تقبل من الله الرخصة، هذا وجه كون الراتبة لا تصلى مع القصر. نعم. باب الجمعة. نعم. عن سهل بن سعد الساعدي. الجمعة صلاة الجمعة يعني صلاة الجمعة، وهي شعيرة عظيمة من أعظم شعائر الإسلام. وصلاة الجمعة فرض مستقل ليست بديلة عن الظهر، وإنما هي فرض اليوم، فرض اليوم هو صلاة الجمعة. فلو صلى بدلها ظهرا لم يجزي إلا لعذر شرعي لأنها فريضة اليوم. وصلاة الجمعة فيها فضل عظيم، وقد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.
فصلاة الجمعة فيها فضل عظيم وخير كثير لمن حافظ عليها. نعم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وفي لفظ: صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها فنزل القهقرى. نعم، هذا الحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى في مشروعية اتخاذ المنبر للجمعة والعيد والاستسقاء، وأنه ينبغي أن يخطب الخطيب على منبر ليظهر أمام الناس ويروه، ليظهر أمامهم ويروه، ويكون هذا أبلغ في الإعلام، فيتخذ المسلمون منبراً للجمعة، سواء كان من البناء أو من الخشب أو من أي شيء مرتفع. فاتخاذ المنبر في الجمعة سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة. المسألة الثانية فيه أن علو الإمام على المأمومين إذا كان يسيراً فإنه لا يضر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر والصحابة على الأرض، فدل على أن علو الإمام إذا كان يسيراً فإنه لا يضر. المسألة الثالثة، في الحديث دليل على تعليم الصلاة للناس، تعليمها بالفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا من أجل أن يتعلموا صلاته ويقتدوا به صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة، في الحديث دليل على وجوب الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي غيرها، قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصلاة تؤدى على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزاد فيها ولا ينقص. وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة ومدونة في الأحاديث الصحيحة، حتى كأنك تراه صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عبد الله بن عمر. وفي الحديث مسألة خامسة، وهي أن الحركات اليسيرة لا تضر الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد وينزل في أثناء الصلاة، دل على أن الحركات اليسيرة لا تضر الصلاة. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. نعم، من سنن يوم الجمعة الاغتسال بالبدن، وذلك من أجل أن يزيل ما يعلق على جسمه من الأوساخ والعرق والروائح الكريهة، ويأتي إلى الجمعة بنظافة ورائحة طيبة. فغسل يوم الجمعة مشروع، غسل يوم الجمعة مشروع، وبعض العلماء يرى أنه واجب، قوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتل، والجمهور على أنه سنة وليس واجبا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فدل على أن الغسل ليس واجبا. وأما قوله واجب على كل محتلم، ليس المراد بالوجوب وجوب اللزوم، وإنما هو الاستحباب المتأكد، المراد به تأكد، كما تقول: حقك واجب علي،
ليس معنى هذا أن حقه فرض عليك، وإنما أنه لازم، وأنه يعني متأكد، أنه متأكد. فقد يطلق الوجوب على تأكد الاستحباب. نعم، وهذا هو المشهور من قولي العلماء. الإمام ابن القيم في زاد المعاد يفصل فيقول: من كان فيه روائح كريهة وعرق فإنه يجب عليه الاغتسال، أما من كان ليس فيه روائح ولا عرق ولا شيء مستكره فيستحب في حقه الاغتسال. فصل ابن القيم هذا التفصيل، وهو وجيه، هو وجيه. وفي الحديث دليل على أن الاغتسال يكون قبل صلاة الجمعة عند الذهاب إليها، لأن ذلك هو محل الاستفادة من الاغتسال، ليحضر وهو نظيف. فالاغتسال يكون عند الذهاب إلى صلاة الجمعة، فإن قدمه في ليلة الجمعة أو أخره في يوم الجمعة بعد الصلاة لم يحصل المقصود. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين، وفي رواية: فصل ركعتين. الحديث يدل على أن من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب أنه لا يجلس لاستماع الخطبة، وإنما يصلي ركعتين قبل الجلوس، لأن هذا الرجل دخل وجلس. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فدل على أنه إذا جاء والإمام يخطب يصلي ركعتين قبل الجلوس، لكن يخفف الركعتين، كما جاء في الحديث الآخر: إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، يعني يخفف الركعتين من أجل يتفرغ لاستماع الخطبة. وهذا الحديث قال به جماعة من أهل العلم أن من دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وذهب بعض العلماء إلى عدم مشروعية ذلك، وقالوا هذا الحديث خاص بهذا الرجل وليس عاماً، ولكن هذه دعوة. والدليل على العموم الحديث الآخر: إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وليتجوز فيهما، فليس الحديث خاصاً بهذا الرجل. وكونهم يرون أنه لا يصلي يقولوا لأجل يتفرغ لسماع الخطبة والإنصات. نقول: نعم، هذا مطلوب، ولكن هذا يكون بعد أداء الركعتين. هذه مسألة، وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها. المسألة الثانية: في دليل على أن الخطيب يكلم بعض الحاضرين، يكلم بعض الحاضرين، وأن بعض الحضور يكلم الخطيب أيضا، ففيه دليل على جواز تكليم الخطيب لبعض الحاضرين وتكليم بعض الحاضرين للخطيب. وهذا لا يدخل تحت النهي في قوله صلى الله عليه وسلم: من قال يوم الجمعة والإمام يخطب صح فقد لغى. فهذا خاص بمن يكلمه الإمام الخطيب أو هو يكلم الإمام. قد دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقال له: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، تأخر المطر، ادعو الله أن يسقينا. كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه ودعا، فأنزل الله المطر، واستمر أسبوعا كاملا إلى الجمعة الثانية. دخل الرجل مرة ثانية وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله أن يحبسها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا الله، قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانقلع السحاب وخرجوا يمشون في الشمس. الحاصل أن فيه جواز تكليم الخطيب لبعض الحاضرين وتكليم بعض الحاضرين للخطيب إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس. هذا الحديث يدل على ثلاث مسائل: المسألة الأولى مشروعية الخطبتين في الجمعة،
وهما فرضان واجبان، لو صلى من غير خطبة لم تصح صلاته، لأن من شروط صحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين، فلو تركوا الخطبتين أو خطب خطبة واحدة لم يجزي ذلك ولم تصح صلاتهم، لأن الخطبتين بدلاً من ركعتين، الظهر أربع، فجعلت الجمعة ركعتين لأن الخطبتين مقام الركعتين، فهما من الصلاة، فلو تركهما أو واحدة منهما لم تصح الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وكان تفيد الاستمرار، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يرد أنه اقتصر على خطبة واحدة، بل كان يفصل بينهما حتى ما يقال أن خطبة واحدة، قوله يفصل بينهما هذا دليل على الخطبتين. وقد بلغنا أن بعض الجهال المتعالمين يقتصر على خطبة واحدة للجمعة، وهذا تبطل صلاته وصلاة الحاضرين ويتحملهم هو، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا نتيجة التعالم والجهل، الإنسان يتقي الله عز وجل ولا يقدم على شيء دون أن يكون متحققاً من مشروعيته وثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ربما يحمل بعض المتعالمين على هذه الشذوذات إظهار أنفسهم أنهم علماء ولا حول ولا قوة إلا بالله. المسألة الثانية، في الحديث دليل على الفصل بين الخطبتين بالجلوس، وأنه لا يواصل الخطبتين بل يفصل بينهما بجلوس، ولم يحدد الجلوس، فيجلس للاستراحة بدون تحديد. المسألة الثالثة، فيه أنه يستحب أن يكون الخطيب قائما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، لأن هذا أبلغ في الإعلام والحاضرون يرونه، فلو خطب جالسا صحت الخطبة، لا سيما إذا احتاج إلى الجلوس كأن يكون مريضا أو ثقيلا، فلا بأس أن يخطب جالسا كما كان معاوية رضي الله عنه يخطب جالسا لما ثقل، فالأصل القيام وهو السنة، فإذا احتاج إلى القعود فلا بأس. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. نؤجل هذا الحديث إلى الدرس القادم إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز للمسلم أن يقول بعد كل فريضة سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه، أم هذا خاص بصلاة الفجر فقط؟ هذا ليس خاصا بصلاة الفجر ولا غيرها، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هذا لا يخصص بوقت، بل يقال في أي وقت، لأنهما كلمتان عظيمتان، فيقولهما المسلم في أي وقت، بعد الصلاة، قبل الصلاة، وهو يمشي وهو جالس وهو مضطجع، على أي حال لا نعلم أنه يخصص بعد الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل ورد أنه يتم ذلك بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له؟ أي نعم، ورد في بعض الروايات ويقول تمام المئة بهذا الله، ويقول تمام المئة لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإذا أردتم المزيد من الأذكار بعد الصلاة والأذكار عموما، راجعوا كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله، كتاب الأذكار، وهو كتاب جيد وحافل بالأذكار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك الوابل الصيب للإمام ابن القيم في الأذكار، كذلك الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كل هذه كتب موجودة في الأذكار. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم، هل معناه أن من قال ذلك وترك باقي السنن أفضل من الذي يقوم بالسنن الأخرى إلا هذا الذكر؟ لا، ما يدل على هذا، لكن الرسول يريد أن يبين لهؤلاء لا يكون أحد من هؤلاء الأغنياء أفضل منكم، وهو على الإطلاق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أنه لا مانع من الاستعانة بالأصابع أو الحصى أو السبحة لعد التسبيح. مو بلا مانع، يستحب التسبيح بالأصابع، ويباح التسبيح بالحصى أو بخرزات السبحة. نعم. من قال بأن السبحة بدعة لأنها لم ترد، هل قوله صحيح؟ إذا اعتقد أن فيها فضلاً هذا بدعة، مثل ما يعتقده الصوفية، إذا اعتقدوا أن السبحة فيها فضل وأن شعار مثل ما تتخذه الصوفية فهذا بدعة. أما إذا أخذها على أنها مباحة وليس فيها فضل، سواء عد بها أو بالحصى أو بأصابعه، فليس في هذا حرج إن شاء الله. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أبيحت السبحة فهل يقاس على ذلك الآلة التي تعد وفيها أرقام، تعد آلياً وتباع بشكل كبير في مكة؟ قوله إذا أبيحت السبحة، من قال أن السبحة حرام؟ السبحة مباحة بشرط ألا يعتقد فيها الأفضلية وأنها شعار الصالحين أو الأحباب كما يقولون، فإذا لم يعتقد فيها فهي مباحة، ما في دليل على منعها إلا إذا اعتقد فيها. وأما اتخاذ العداد والأشياء دي ما ينبغي التوسع فيها، لأن هذا ما ورد التسبيح بالأصابع، ورد التسبيح بالحصى ويقاس عليها خرزات السبحة. أما التوسع في هذا يمكن يجيب مسجل، أجل مسجل فيها التسبيح ويحركه ويقول يكفي، لا ما ينبغي التوسع في هذه الأمور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو ضابط المطر الذي تجمع فيه الصلاة؟ نعم. ما هو ضابط المطر الذي يبل الثياب؟ المطر الذي تجمع من أجله الصلاة هو الذي يبل الثياب، أما الرذاذ اليسير هذا لا يبيح الجمع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين من غير خوف ولا مطر، فكيف يوجه هذا؟ نعم، هذا ورد في صحيح مسلم وفي الترمذي وغيره، لكنه من الأحاديث المتشابهة، من الأحاديث المتشابهة أو المجملة، يحمل على النصوص الأخرى أنه إنما جمع لأجل العذر. الرسول لا يجمع من غير عذر أبدا، إنما جمع من أجل العذر، إما لمرض وإما لمطر وإما لسفر، فيحمل هذا الحديث على الأحاديث الأخرى. هذا جواب، وهو أحسن الأجوبة، أنه يحمل على الأحاديث الأخرى أنه فعله لعذر يبيح الجامع. والقول الثاني أن هذا الحديث لا يعمل به، يقول الإمام الترمذي ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا هذا الحديث. فتوقف كثير من العلماء فيه وتركوا العمل به لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة. وجواب ثالث، يحملون هذا على الجمع الصوري، وهو أنه أخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها وقدم الصلاة الثانية في أول وقتها وصلاهما جميعا، صورة جمع وهو ما هو بجمع، كل صلاة في وقتها. ولكن أحسن الأجوبة الأول، أن يحمل هذا الحديث المتشابه على الأحاديث المحكمة، وأنه لم يجمع إلا لعذر عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يسافر لأجل الفطر في رمضان أو لأجل الجمع والقصر للصلاة؟ يقولون إذا سافر من أجل الفطر أو من أجل القصر يحرم السفر، يحرم سفره ويحرم قصره، لأن هذا تحيل على الرخص من غير سبب شرعي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نخرج للبر أو للنزهة على مسافة 100 كيلو ونرجع في نفس اليوم وأحياناً نبيت، فهل يجوز لنا الجمع والقصر؟ فدائماً يقع بيننا خلاف في هذا. إذا قصدتم المسافة، قصدتم محل يبعد 80 كيلو فأكثر، يجوز لكم القصر والجمع في الطريق. أما إذا كنتم مستريحين ونازلين تصلون كل صلاة في وقتها قصراً بلا جمع. أما إذا خرجتم وأنتم ما تقصدون محلاً معيناً، تقولون أي محل نلقاه مناسب ننزل فيه، هذا ليس سفراً، لأنكم لم تقصدوا المسافة، ربما تنزلون منزلاً قريباً أو متوسطاً أو بعيداً، هذا لا يبيح لكم القصر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تحديد مسافة السفر بثمانين كيلو هل عليه دليل؟ وكيف توصل إلى هذا الحد؟ نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يومين، مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم، واليومان مرحلتان للراحلة، كل مرحلة أربعين كيلو، المرحلة التي يسيرها على قدميه في اليوم أربعين كيلو، ما يستطيع يزيد عليها، ولا تستطيع الراحلة تسير أكثر من أربعين في اليوم، وهذا المعتاد والمعروف عند العرب. فأخذوا من هذا الحديث تقدير المسافة في السفر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أدل على أن ما دونه لا يسمى سفرا يشترط له المحرم للمرأة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نشارك في موسم الحج في أعمال الحج وفي تنظيم حركة سير الحجاج، ويبدأ عملنا في الساعة الخامسة عصرا من يوم عرفة إلى يوم العيد الساعة الثامنة صباح. السؤال، هل لنا أن نجمع بين المغرب والعشاء سواء كنا من أهل مكة أو من خارجها؟ نعم، أعد السؤال. يقول نشارك في موسم الحج في أعمال الحج لتنظيم حركة سير الحجاج. نعم. ويبدأ عملنا من الساعة الخامسة عصرا من يوم عرفة إلى يوم العيد الساعة الثامنة صباحا. السؤال، هل لنا أن نجمع بين المغرب والعشاء سواء كنا من أهل مكة أو من خارجها؟ أما إن كنتم حاجين مع الناس فنعم، حكمكم حكم الحجاج، تقصرون وتجمعون. أما إن كنتم غير حاجين فلا تجمعوا ولا تقصروا، ولكن تتناوبون على العمل، يمسك العمل ناس منكم ويصلي ناس، ثم يذهب الذين صلوا ويمسكون العمل ويصلي أولئك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ذهب الإنسان للمطار وهو ناو للسفر. نعم. إذا ذهب الإنسان للمطار وهو ناو للسفر، فهل يجوز له أن يجمع ويقصر في المطار؟ يختلف هذا باختلاف مكان المطار. إذا كان المطار خارج البلد فإنه يقصر ويجمع فيه، لأنه خرج من البلد ناوي السفر، بدأ السفر. أما إذا كان المطار داخل البنيان داخل البلد فإنه لا يقصر ولا يجمع، لأنه لا يزال في البلد. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الرأي في من يجمع بين صلاتين من دون قصر، علما بأننا قد خرجنا أكثر من 80 كيلو، فهو يجمع لكنه لا يقصر؟ نعم، الإتمام جائز في السفر لكن خلاف الأفضل، يجوز الإتمام في السفر لكنه خلاف الأفضل والأحسن، الصلاة صحيحة إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا خرجنا للسفر والمؤذن يؤذن في البلد، وعندما سافرنا أراد إمامنا أن يقصر بنا الصلاة التي سمعنا أذانها ونحن في البلد، فهل نتابعه على ذلك القصر؟ لا، وجبت عليكم الصلاة تامة قبل أن تخرجوا من البلد، فتصلونها تامة ولا تطيعوا هذا الذي يقصر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا خرجنا لنزهة برية ثم تبين بعد ذلك أنها تبلغ مسافة قصر، فهل لنا أن نجمع ونقصر؟ سمعتم الجواب، إذا كنتم قاصدين المسافة ويتزيد 80 كيلو أو أكثر تقصرون. أما إذا كنتم خرجتم ولا تدرون وين تذهبون، بقريب ولا بعيد، فهنا لا يباح لكم القصر لأنكم لم تنووا مسافة معينة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه أسئلة من عدد من طلاب حلقات تحفيظ القرآن، يقولون لقد أنعم الله علينا بحفظ كتاب الله، وتقدمنا للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض من أجل الاختبار الأسبوع القادم، فطلبوا منا إحضار صور شخصية. السؤال، هل يجوز لنا أن نحضر لهم صورا، وهل يكون ذلك ضرورة؟ إذا لم تقدروا على التعلم طلب العلم إلا بالتصوير هذه ضرورة، لا تتركون طلب العلم، هذه ضرورة يباح من أجلها التصوير. إذا توقف حفظكم للقرآن وطلبكم للعلم على أن تصوروا فلا مانع من ذلك، هذه ضرورة. نعم، لا تنحرمون التعليم وحفظ القرآن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
بعض الناس يشيع أن حلقات تحفيظ القرآن هم الذين يخربون الشباب ويدعون إلى التكفير وسب الدولة، فهل يحذر من هذه الحلقات؟ وما رأيكم في من يقول هذا؟ الحلقات عمل خيري، وتحفيظ القرآن عمل خيري، وإذا عرف عن شخص أو أشخاص أنهم يستعملون الشذوذ في أفكارهم ويلقنون الطلاب هذه الأمور، فيجب الرفع عنهم والإبلاغ عنهم وأن يبعدوا من حلقات تحفيظ القرآن. لا تمنع الحلقات، وإنما يمنع الأشخاص الذين يستغلونها للأفكار الإرهابية أو الأفكار المنحرفة. ما يتركون المدرسين الذين أفكارهم من هذا النوع، لا يتركون يدرسون الطلاب، يبعدون. فإن كانوا أجانب يسفرون لبلدهم، وإن كانوا مواطنين يبعدون عن التعليم، ويؤخذ عليهم التعهد اللازم في تجنب هذه الأفكار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من لم يصلي السنة الراتبة لأجل السفر هل يكتب له أجرها؟ من لم يصلي السنة الراتبة لأجل السفر هل يكتب له أجرها؟ ليس عليه، ما تشرع له، كيف يكتب له أجرها وهي لم تشرع له؟ ما تشرع له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول إنها كانت تتعاطى حبوب منع الحمل ثم تركتها فنزل معها دم بعد 15 يوما من طهرها، عبارة عن نقط قليلة كل يوم 3 أو 4، ولم يأتي بعد وقت عادتها، فهل تعتبر هذه النقط من العادة فتترك الصلاة لأجلها؟ لا، إذا كانت مجرد نقط ولا يستمر فإنها لا تترك الصلاة من أجلها، لأن هذه نتيجة تعاطي الحبوب، هي نوع من النزيف وهي في غير العادة، في غير وقت العادة، فلا تترك الصلاة من أجلها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل عن استعمال زيت الحشيش لأجل الشعر، هل هو مباح؟ ما نتج عن الحشيش فهو حرام، الحشيش حرام، وما نتج عنه فهو حرام، والزيوت ولله الحمد كثيرة تستعمل غير زيت الحشيش. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يفتي للمأموم بعدم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية وهو يقرأها؟ كيف؟ ما حكم من يفتي بعدم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم لكن هذا المفتي يقرأها؟ ما يمنع قراءة الفاتحة في الصلاة إلا إذا جهر الإمام، فالمأموم ينصت ويقرأها في غير قراءة الإمام، في سكتات الإمام. أما أنه ينهى عن قراءة الفاتحة، هذا لا يجوز النهي، هذا خلاف السنة، فيقرأ الفاتحة مهما أمكنه في سكتات الإمام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لنا أن نعطي المحافظين على صلاة الفجر من الصغار، نعطيهم جوائز على هذا، مع العلم أن هذه الجوائز ترعاها مؤسسة تجارية، وكل شاب في مسجدنا يكون دون سن 12 معه ورقة يدون فيها حضوره لصلاة الفجر، وهذه الورقة تحمل شعار المؤسسة التي تعطيهم جوائز، هل هذا الفعل جائز؟ الأصل أن هذا جائز لأنه تشجيع على الخير، ولكن لا ينبغي أن يعود الشباب هذا الشيء، بل واجب على وليهم أنه يلزمهم بالصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع وربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فما ولي الأمر يتركهم ويجي واحد يعطيهم جوائز يصلون، هذا فيه تخاذل عن هذا الأمر الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم لأولياء الصغار، فالواجب أن وليهم يقوم بهذا الأمر. أما ما بذله أهل الخير لتشجيعهم هذا شيء مستحسن، ولكن وليهم لا يتركهم بل يقوم عليهم ويأمرهم بالصلاة ويلزمهم بها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن نعمل في مدرسة، فإذا دخل وقت صلاة الظهر قمنا بالأذان ثم نقيم للصلاة مباشرة دون انتظار أو جعل وقت بين الأذان والإقامة، فهل هذا الفعل جائز؟ إذا كان المصلون حاضرين كلهم
هذا جائز، لأنه إنما الانتظار لمن يتوضأ أو من يأتي من بعيد، أما إذا كانوا كلهم حاضرين وعلى استعداد للدخول في الصلاة فلا مانع. هو بلازم يجعل بين الإقامة والصلاة فاصلا زمنيا إلا عند الحاجة، وأنتم لا حاجة لكم في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول إنه قد توفي زوجها في 8 من شهر رمضان المبارك قبل غروب الشمس، فمتى تبدأ عدتها ومتى تنتهي، وهل تأثم إذا زادت يوما للاحتياط؟ المطلوب منها أن تعتد ب120 يوما 4 أشهر، 130 يوم 4 أشهر و10 أيام، تحصي 130 يوم وتنتهي عدتها، فهي تعتد بالعدد، عدد الأيام 130 يوم 4 أشهر و10 أيام. نعم. وهل تأثم بزيادة يوم للاحتياط؟ ما يجوز لها تزيد على أنه عدة، ما يجوز لها هذا، لأن هذا زيادة على المشروع، ما هو بالاحتياط، هذا شيء معروف، الأيام معروفة ما تحتاج احتياط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل في بلاد الغرب يقول هل نأخذ الفائدة الربوية على حفظ أموالنا في بنوك الكفار؟ لأننا لو لم نأخذ هذه الفوائد فسيجعلونها في جمعياتهم التنصيرية. ما يجوز للمسلم يأخذ الربا، ما يجوز للمسلم أن يأخذ الربا، وكونهم يصرفونها هذا على مسؤوليتهم هم، أنتم مسؤولين عنه، أما أنتم فلا تأخذ الربا، أن الله منع المسلم من أخذ الربا، وذروا ما بقي من الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. لا يجوز أن يفتح هذا الباب كما يدعي بعض المتساهلين والمنتسبين للعلم، يقولون تؤخذ ولا تترك لهم، هم عندهم الكفر أشد من أكل الربا، وأنت لست مسؤولاً عن أعمالهم، أنت مسؤولاً عن حفظ مالك، وضعته عندهم للضرورة لأجل حفظه فقط، فلا تأخذ عليه شيئاً. نعم. خذ مالك وخلاص. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.